عشرتهم مرة كسم القتال ورد ما بسمة رجعت اللمة زالت حرقة نفرات والنفق ظلمة ضيق وغمة نهايته نور شمس وإشراق صح. ماشي هالتليفون اللي كان يهضر به في صبيحة الجريمة. وكيفاش عرفت؟ كان معي في صالون دوتي، اتصل به واحد كي شافني ولا يهضر بلي كود وزاد كذب عليه، قال له يما مريضة ما نقدرش ومن بعد نجي. وما قالك شكون هو هذا؟ في الاول ما حبش يقول لي، بصح كي صمت عليه قال لي هذا اللي كان يجيب لي السلعه. واش هو هذا البورطابل اللي كان يهضر به مع السيد؟ كمال كان عنده زوج لي بورطابل، واحد دايرو للعائلة والحباب، والاخر كي نسقسيه يقول لي هذا تاع الخدمة. وعلى بالك باللي ما صبنا حتى امبرانت على الجثة؟ جوستومون قريت التقرير وكاينة حاجة ما دونتوهاش، لافيست نتاعو. علاش كان لابس اون فيست؟ كي كان معايا كان لابس اون فيست نوار. سي تو طافي نورمال، كي القتالين كي يقتلوه يديو ليزومبرات معاهم. تقدر تفيدني بزاف في هذه القضية حسين، نسحقك إن شاء الله ما نطولوش في هذه القضية. ماذا بك إن شاء الله. هاد النهار لا على بالي يا بنتي، بس هذي كبدتي وليتي. يا ربي يا ربي يوصلوا بخير على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يا ربي خير. تتحرك باستمرار لتلحق بالأمطار. هذا العام في تنزانيا، وهي وفي
هادشي انتيا حساب لي باباك. ميتة بالعيون، بدوني بعيد 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 ما جيت حنوصل. تقولي ليش بلي تولي تدخلي في نصاص الليالي الحومة؟ الحمد لله صحت لي شمرة. أنا غير وصلت تلاقيت بواحد الطفلة السكر ربي جابها، هي قديمة تعرف كاع الناس لتما، جرات 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 بالسيف باش دبرت لي بلاصة. كاين الناس فيهم الخير الحمد لله. يتسمى تولي تدخلي غير الويكاند؟ اي ما الحمد يا ربي انا راني نقدر ندخل كل ويكاند. شتهم لتما هكذا الغاشي جاي من الشرق من الغرب من الصحراء جايبين دي فاليز كبار، هذوك مساكن سور يدخلوا لدارهم غير في غير في لي فاكونس. تما انا معليش شوفي واش شريت لك. شوفي شنو هذاك؟ داك تشوفي شوفي بنتي تدخل شابه لافاك، قولي انتي المخيره تاع البنات انت باش تعرفي غير الناس من وين. هاتو قال لي يما امالا شوفي هادي يا كنت حبتها صح بابا على بالو هذاك خليه عليا، هادو كاع كريدي. انا ندبر راسي ما تقلقيش. شتي بصح خساره، انا كنت حابه ندخل بهم ندير بسيكولوجي ولا ندير هكذا انجلي، بصح فين ما صحت لي دغوا. بصح مليحه دغوا ياك؟ انا ما يهمنيش، انا ليسونسييل بنت فاتحه دخلت الجامعه. يا ترى امل واش بعتوهم؟ كنت حايبه علم النفس باش نعاون دراري صغار من الغالب. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن. حتى القانون مليح وعلى حسب المعدل تاعك. اما علاش قلتي روحك خالتي في طوما؟ يا بنتي ناس شوفي قهوه العصر ما كانش واحد ينحيها لك، كان خليتي نشربوها في كوزينه. ماشي خساره في عروستي، ماشي خساره في بنتي.
لا ماشي كيما لا ملي فاتو طلقتي برك عرفي تخيري شويه. ديجا راني حطيت عيني على وحده عاونتها باش دبرت ان شومبر نية مسكينه شابه هاي وقتها نشوفوها مزروب كالعاده كي نوجدها مليح نديك تشوفها. مانيش عارفه واش بها انا تاني محيرتني. تعرف الاستاذ اللي قري معاها طلبها في الزواج وما قبلتش؟ هي اللي قالت لك؟ لا لا ماشي هي اللي قالت لي، اختو جاتني حتى لهنا للدار وقالت لي ما تقولي لهاش، حتى اخوها ما على بالوش. من واش حبه؟ حمدان واش تقول لو كان نروح نشوفو طالب بالك تزوج؟ طالب؟ ايه على بالك واش راكي تهضري؟ هادي يقولوا له شرك بالله. استغفر الله يا ربي استغفر الله، عندك الحق. فاطمة شوف سيكولوج حتى مسي نسيم اللي قلت له زعما يهضر معاها كي بحال اللي ما سمعنيش، ما قال لها والو راح. انا في رايي لو تهضري مع امل هي اللي تقول لها، على خاطر بلاتي يتفاهموا بيناتهم. تقنعها انا مالي تقنعها. امل بعدا امل صغيره ماهيش تاع هاد الشوفات. انت 17 معليش معليش ما نزعفش، هاني نقول لامل وبالك تهضر معاها وتقنعها ان شاء الله. هادشي كاع صرالك؟ كان رجعت ضاقت بيا الدنيا، حسيت روحي وحدي. صح داري ما زو بيضا رحبوا بيا، حسيت روحي جبت لهم نهار نهار. على بال لا بريسيون تاع الجيران ولا بريسيون تاع يما. شحال كنت متحقاتك معايا يا سعاد، بنتي ما حبيتيش تسمعي. خلاص ماشي وقت لك هذوك، قلت لي فاطمات كان عرفت هكذا ولا ما نحكي لك. الله يسمح لك يا يما، هي اللي كانت تحرش فيا وتعمرني عليك وانا ما وقفتش معاك في المومون اللي كنتي انتي مسحقيتني.
نسيت هادو شي لقيت قدامي الشيطان زينهولي لقيت روحي وحدي صعد ني والدي ني صحاب ني حباب سمحي لي أم سمحي لي بزاف كان عرفت هكذا ما نقولكش ما قدرتش نخبي عليك وانا لو كان سمعت لك هذاك النهار حتى حاجه ما تصرا هادشي كامل ما يصراش سعد عسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم الحمد لله يا ربي ربي طيحني في عمليا اللي عودتني كاع وشفات عليا بزياده مهما كان سمحي لي سمحي لي بزاف حتى انت سمحي لي على بالي بلي حتى نقصتك بزاف بالهضره بالعكس كلامك هو اللي رجعني لعقلي فرحت كي شتو انا فعلا زدوش صرفه غير الموت وزواج كما ما نفتقوا ليه الموت حاجه تاع ربي زواج اللي تزوج بيا قول له نشرت لك حاجه وحده سعاد تجي معايا نديها معايا في تروس شكون؟ عندي بحوست عليك المره اللي فاتت ما قلت لك شنو الفصحه عبالك حتى نخلعت قلت سيغمون بدو لك شومبرا في لاسيتي الاخرى بصح تفارقنا بلا ما نعرف اسمك ريم سعاد ما عرفت خير سعاد هذيك المره اللي فاتت كي تلاقينا دخلتي في قلبي كي رحت للدار حكيت لهم كامل عليك صح؟ وي انا ثاني حكيت لها الماما عليك سبحان الله ما نخمو كيف كيف شوفي سعاد انا عندي ليكسبيريونس هنا في الجامعه اي سورتو في لا سيتي كاينه حاجه وحده برك نصيك عليها بالك كاين المخلطه بزاف انا ديجا عندي حبيبتي وحده برك قرينا كيف كيف واليوم تلاقيتها في الجامعه وكاينتي تاخدي رايي تزيدي حتى وحده بيان سو ناخذ لك الراي علاش انت قليل ما جيتي معايا على الشمبره واش رايك نروحو نكملو قصرتنا في لا شمبره عندي اني وحدي يلا هيا عندك بزاف انت هنا صافا عجبك الحال صافا مازال ما نعرف حتى واحد انا بيان سو باسكو مازال كي جديده وكل شيء بصح مع الوقت كيما وصيتك المخلطه برك ليلى ما تخميش راكي معايا ادعي الله يا بنتي ادعي وما تمليش حتى يجيب لك النصيب اللي يجي على خاطرك ان شاء الله تقلقتي مني يا يما ما تقلقتش منك تقلقت عليك واش تقلقك عليا شوفي يا بنتي كل يما تتمنى تشوف بنتها سعيده مع راجلها وليداتها دايرين بيها يما ولينا هذا الموضوع اسمعي يا بنتي هذا الموضوع هدرت فيه ونبقى دايما نهدر عليه حتى نشوفك مهنيه في دارك سمعتي هدر راني نسمع باباك المره اللي فاتت قال لي لازم تشوف بسيكولوج بالك يقدر يعاونك بسيكولوج بابا قالك بسيكولوج باباك اللي قال عندك كل شيء هنا حاجة ما تخصك معايا طلبي برك
كثرت عليك. اللي ثقيله عليك خفيفه عليا، ولينا خيات ولا بطلنا. هي كي شتك عندك معرفه في الاداره قلت قولي ما تحشميش، واش خصك في الاداره؟ هي ماشي ليا، لصاحبتي امل حكيت لك عليها ياك. اذا نقدروا يعني اذا كاين كيفاش نجيبوها معنا لهنا باش نكونوا كيف كيف. شافي سعد عبرك بلي انت عزيز عليا بزاف، وحبيبتك هادي راهي رايحه تولي حبيبتي، واذا راكي حابه من غدوه ان شاء الله تكون لهنا صح. وي انا كي نقول حاجه نديرها بصح بشرط. شفتي شرطي واش تحبيه؟ بشرط حبيبتك هادي تكون عاقله كيما انتيا، على خطر انا ما نحبش البنات على المشاكل. اه واش بيك امل عاقله عليا دوك تشوفيها تحبيها. خلاص مادام ضمنتي فيها من غدوه ان شاء الله نطلع الاداره. كتر خيرك كتر خيرك مزيه كولي. كمال بن عينيا كمال دار خلص دار الوطن دار هذا صاحبي، ولا حبيت نديرو له ميداي خير؟ ما قلتلكش على نقولو ميداي، كنتو قادرين تعاقبوه بحاجه اخرى. شوف نصحك حاجه كود خويا، الهضره هذه ما تقولها ني قدام اللوش ني قدام رمزي ني قدام ريم. خلاص ما قلت والو، خلينا من هذه الهضره. قول لي جماعة ما راكش تشوف فيها ناقصة؟ جوستومون هضرنا مع اللوش مع البروبلام هذا وقلنا راح نجيبو مرا. المرا تزيد لكم همها، ماذا بينا يكون راجل اللي عاوننا في ليميسيون، راجل اللي يحمل ريسك. مازال ما تعرفش نسا صاحبي انت واقيل، ها قدامك يا مال راجل ياك كيفاش الريزلتا معاه كيفاش؟ محسب المراه ما تخونش. تحتك. واش راهي رايحه دير لك لابورس؟ الدنيا هذه راهي كامل ماده، ولدينا اذا قدروا يوكلونا برك بزاف عليهم. صح. انت باغ اكزومبل باباك واش يخدم؟ انا بابا خدم نحبسوه ودوكا يخلص نص لا روتريت. شفتي كيفاش؟ وحابه تزيدي له همك من الفوق، يا ربي عايش خوتك صغار وملح. انا وحدي في الدار. بصح مشكل تاع بابا دار كلش روتار في حياته، فهمتي؟ تزوج روتار، خدم روتار و... المهم. ايما ما لازمش ديري كيما هو، لازم تبني حياتك الافونس، الدنيا كيما قلت لك راهي ماده، وما ينفعك غير واش عندك. اسمحي لي دقيقة خذي راحتك. هذه وحدة بعت لها البورطابل حتى اليوم باش خلصتني. تبيعي لي تليفون تاني؟ وي انا بزنس فيه كل شيء، وين تكون الخبزه نكون معاها. نستعرب ربك يا اختي. واذا راكي حابه تبدلي البورطابل تاعك نجيب لك واحد بزاف شبه. واش بيك؟ علاش راكي تضحكي؟ علاش انا وقتاش كسبت تليفون شباب باش نعاودو؟ كي صح منك انت صغير هذاك. اه واه انت راني نشوف فيك كي حابه ديري الغوطه اكثر من باباك. صح واش ندير منين نجيب تليفون انا؟ ريم اه وين رحتي؟ كنت نخمم عليك، على بالك كنت نقول كيفاش ريم عندها زوج لي بورطابل شابين وخطها سعاد عندها بورطابل ماشي شباب. ايوا واش ديري هذه هي الدنيا.
شدي شدي، ما كاش منها انا نكسب لي بورطابل الشابين وحبيبتي تكسب تليفون. شدي. لا لا ما نقدرش ريم، ما اذا راكي حبتني نزعف ما تقبليش الكادو تاعي. كادو بزاف عليك. حاجه ما تغلى على الحباب. فيه بيس جديده هدرت بها يا ربي يوم ولا يومين. اكي سور ريم صح. في الإدارة ما عندكم حتى بروبلام. اه تبقى ليها هي تبدل لي معها في لاشومبر. خلاص اوكي دوك نقولها ميرسي بزاف ربي يحفظك غيبقى على خير. هاي فرات هما في الإدارة ما عندهم حتى بروبلام. دوك انتيا مالك غير تروحي لي معك في لاشومبر قولي لها تبدل معها. فكرانيش فيها يرحم باباك قلتها ما حبتش. وعبالك بلي اذا ما حبتش مشكل كبير على خاطر هادا وين قال لي السيد بلي لي بلاص ما كانش ولا سيتي راهي معمره ياك هضرت معاه قدامك. حبيبتك هادي لازم تكون معاك ياك راكم مع بعضاكم في الجامعه. قلت لك كبرنا مع بعض عمرنا ما تفارقنا. خلاص قولي لها ما تقلقش تلقاو لها حل. عايشك قلقتك ياك. نو ما تزيديش تعاوديها يا قلت لك اللي تريحك تريحني. وبهذه المناسبه غدوه ان شاء الله رانا رايحين نتعشاو برا. تعشاو وي على خاطر في الفطور نكونوا نقراو. ما تقولي ليش لا لا. معلاش انت نقدر نقول لك لا لا. تعشاو. Ça
فاصون ميم انا هضرت مع الطفله اللي معايا فلاش قالت قاتلك شمي بان انا نقول لك كيف زعما باش انا نجي عندكم اذا ما كلاتش من عندكم تجعنا لا زيتي اي ما كتبش عليك انا راني حابه نتي تجي مع ريم ما خصنا والو تعرفهم كاع سالي يا مال سالو ما قلتي ليش في كلاسة تاعنا شكون قاعد جاب الباك ما جابوش بزاف كنا بين تسعة برك انا هشام لا لا قولي لي لك ليك هذيك تاع لي بروبليم سيليا فريا العدل لا فريا اللي جابته باينه هذيك عم كومبلي وهي تلعب بصح الحق وقت القرايه تعجبني تحت على صوتي بصح نقول لك صح صح انا تاني قريب رحت في جرتهم حتى مع الاخر اللي بديت نفيق ودخلت عليها لي كور لي ريفيزيون صار في الليل الحمد لله يعني حتى انا مع لي بروبليم قال لي كانوا صارين لي كنت نشوف الباك بزاف بعيد كملتي ليش البارح يعني قبل هذه حبيت نقول لك حاجه اش كان لما تنفعش وتقعد بيناتنا باينه لما نحكي لها ساعدك على بالك دوك لافاك عباد جداد ما نعرفوهمش ماذا بيا واحد ما يعرف حتى حاجة صغيرة هكا على حياتي وناني عايشة عند من مع من وش جوزت كي تعرف الناس ما ترحمش صار عليك أنا فينا بلا ما توصل بردت الحالة أنا شي يحيرني حتى عندوكا علاش ما رانيش نبيعو اسمعوا لي مليح لازم نخمو كيفاش نمشو هاو الكلام اللي نحب نسمعو نخمو نفكر نكمسو نهنسو هذا الكلام يعجبني وراي ريم اي فلافك مع واحد الشابة حابة تجيبها معها راغل درت رايك انا بور مو نشوف في هذا الوقت باللي النساء ولاو فرابل على الرجال عجبك امال معليش دير رايك صحة السوجي تاعنا المشكل هذا كيفاش شوفوا راكم تقولوا كيفاش رانا حابسين ما ناش نخدموا ما ناش نتحركوا ما ناش نزغدوا بزاف صح المخيخ الزليف نهار يتحرك يحرككم مليح ونقول لكم واش نديروا ونخرجوا السلعه كامله دركا الحالة ما يستعجب وانتم على بالكم فاهمين فاهمين مليح على رقدنا اللعب انت تعرف